ما فيش أي مشكلة إن شاء الله آه، أحكي لك. لحظة أعمل مشاركة الأول، لحظة أعمل يلا ما فيش مشاركة. مشكلة، أنا شو اسمه المشاركة شركة الملفات منين؟ هي نفسها من تحت شافت السهم اللي التطبيق. تحت، في سهم تحت تقول له مشاركة وتقول له مشاركة الكذا. إحنا لايف دلوقتي. مشاركة في شاشة بأكملها، نافذة التطبيق، وفي علامة تبويب، أختار شاشة بأكملها لا الابلكيشن، والمشاركة الابلكيشن اللي هو بعدين. البرنامج، في عندك مشاركة من البرنامج. لحظة مرة تانية. عندي هنا سهم، أيوة ضغطت على السهم، أعطاني 3 أنواع: نافذة التطبيق وشاشة بأكملها وعلامة تبويب. اللي في النص، خد اللي في النص. اللي في النص نافذة، تمام. وبعدين بعدين اختار البرزنتيشن، انت فاتح البرزنتيشن. مشاركة، عملت مشاركة. المشاركة جابت لي هنا لا شاشة كده نافذة. شاشتك، لا انت كده عملت شير للشاشة بتاعتك. انت خد التبويب اللي في النص، الخيار اللي في النص، مش الخيار الأول ولا الثاني، اللي في النص. الخيار اللي في النص، ما هو الخيار اللي في النص هو نافذة التطبيق. لا خيار في النص ده تطبيق بس، اختار البرزنتيشن، لازم تكون فاتح البرزنتيشن بتاعتك وبناء عليها فتحها، انا فتحها اهي، فتحها اهي. اختارها، اضغط عليها بس اختار اللي في النص بعدين اختارها. طيب افتح تاني اهو. اختار اللي في النص. ممكن هي شاركة الشاشة، يود ان يشارك محتوي شاشتك، اختر شاشه باكملها. لا مش الشاشة بعدين بقى، اختار البرنامج، علامه البرنامج تبويب، طيب جوجل كروم، لا الثاني قابلت التطبيق. ايوه تمام. تطبيق وصل، واختار البرنامج. ممتاز. ايوه كده وصلت، لا لسه، تمام وصلت ممتاز عندك. جدا ممتاز. طيب احنا لايف دلوقتي وشكرا ليك ولوقتك. لا بص يا مستر رامي، مستر رامي، لحظه. البلاك ده احنا عادي لايف. تشيلوه من الجنبين، البلاك ده تقدر تشيله، لا البلاك ده. استاذي، استاذي احنا لايف، احنا لايف دلوقتي تمام، طيب فخلينا نبدا ان شاء الله. الناس يعني الحضور موجود، شكرا للجميع طيب تمام، لحضورهم فيها، وشكرا لوقتك ولمجهودك، ان شاء الله تكون معانا. واحنا صراحه متحمسين نسمع منك موضوع المدن الذكيه واستشراف المدن الذكيه ووضعها ايه بالعالم العربي بكافة التفاصيل. تفضل أستاذنا، الميكروفون معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي في الوطن العربي الكبير والعالم أجمع، أحب أن أشكر القائمين والمنظمين للمؤتمر العربي للتقنيات والشركات الناشئة، وأخص بالذكر السيد المهندس رامي الضماطي، وأشكر الحضور أيضا. ونبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. موضوعنا عن المدن الذكية، إن المدن الذكية علم قائم بذاته، ويجب أن يتم تدريسه مثله ومثل العلوم الهندسية الأخرى التي تدرس في الجامعات، بإضافة بعض المقررات، حيث أن عملية تدشين المدن الذكية لابد أن تأخذ في الاعتبار البنية التحتية، والتي هي العمود الفقري للمدن الذكية. إن المدن الذكية أصبحت أمرا ضروريا، ولم تعد اختياريا، ولم تعد للترفيه كما يعتقد البعض منا، وتقدم المدن الذكية أفضل خدمات للإنسان، ويتم الحصول على هذه الخدمات بأقل تكلفة ممكنة وأقل وقت ممكن وحركة ممكنة. فمدن العالم تتحول حاليا إلى مدن ذكية أو مدن مستدامة، ولكي نستطيع إنشاء المدن الذكية وتحويل مدننا التقليدية إلى مدن ذكية، لابد أن يتم ذلك عن طريق تطبيق الإدارة الذكية للمرافق، اتصالات، كهرباء، مية، غاز، نظم تكييف مركزية، وتطبيق أنظمة الحكم الإلكترونية، واستخدام الطاقات المتجددة والنظيفة، ومنها على سبيل المثال الطاقة الشمسية، والاستعانة بأنظمة مرور ذكية تدار آليا، والقدرة على التحكم في منظومة المرور بالكامل عبر النظم الذكية، وكذلك الاعتماد على عدة وسائل المواصلات، قطارات، محطات مترو، نقل ترددي، وآخر، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وذلك بغرض الاستفادة منها في ري الحدائق العامة والمنتزهات. ويستطيع سكان المدن الذكية الوصول إلى أي تطبيق والتحكم بوظائف متعددة، وذلك بلمسة واحدة من هواتفهم الذكية ومن خلال غرفنا. نبدأ بتعريف المدن الذكية ومفهومها. المدن الذكية ليس لها تعريف معين، لكن التعريف الذي يعبر عنها ويتفق معه الكثير من العلماء هو أن المدن الذكية هي مدن تعتمد بشكل كبير على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،
وكذلك تعرف على أنها مدينة رقمية أو أيكولوجية معتمدة في خدماتها على البنية التحتية لتقنية المعلومات. متى نستطيع أن نقول أن هذه المدينة تستحق أن يطلق عليها مدينة ذكية؟ تكون المدينة الذكية عندما تحقق الاستثمارات في رأس المال البشري والاجتماعي والبنية التحتية للطاقة مثل الكهرباء والغاز وإدارة المخلفات الصلبة منها والسائلة والرعاية الصحية الذكية، وتساعد عن الكشف عن الجرائم بالشوارع والأماكن العامة وسرعة التدخل في معالجة الاختناقات المرورية الحادة، وكذلك السلام المروري وتطوير شبكات المياه والصرف الصحي، تستوعب الأعداد التي تتفق إلى المدينة على المدى البعيد، وتعتمد على التنمية الاقتصادية المستدامة والجودة العالية لحياة السكان مع القدرة على إدارة الموارد الطبيعية وبالطريقة الصحيحة والمصلحة. أهداف المدن الذكية: تحسين حياة الإنسان. المدينة الذكية مؤتمنة على تحسين نوعية الحياة لسكانها، وذلك بفضل وجود شبكات الاستشعار اللاسلكية، وهي شبكات من أجهزة استشعار ذكية لقياس العديد من المعلومات ونقل كافة البيانات في نفس الوقت للسكان من جهة أو للجهات الرقابية للمدينة من جهة. ولابد أن نعلم أن التكنولوجيا ليست هدفا في حد ذاتها، ولكنها وسيلة نحقق بها أسلوب حياتنا، وذلك في البيت أو العمل، وتقديم أفضل الخدمات لمجتمع ذكي وجعل الحياة أكثر أمانا وصحة وتعليم ذكي. الخدمة الثانية بتقدمها أهداف الذكية هي النمو الاقتصادي والزيادة زيادة الاستدامة. المحاور الأساسية للمدن الذكية: المحور الأول تحديد رؤية ثاقبة محددة المعالم، وقادرة على تحقيق الأهداف. المحور الثاني هو البنية التحتية للمدينة التي تستطيع أن تشمل كل التقنيات المتطورة. المحور الثالث وجود بيئة حاضنة لكل هذه الحلول والابتكارات الذكية. المحور الرابع وجود منصات للبيانات الذكية تكون متاحة لكي يستطيع كل الباحثين وحتى المستثمرين في المدن الذكية وكذلك المقاولين يعملون. الخدمات الذكية: إن خدمات التي تقدمها المدن الذكية كثيرة جدا، ولكن هنا نضع بعض أيديكم بعض الخدمات. الخدمة الأولى خدمة خدمات الحكومة الذكية اللي هي من خلالها بتقدر يستطيع المواطن الدخول على الخدمات الحكومية كمملكة العربية السعودية كخدمة أبشر، يستطيع إنهاء كل معاملاته من خلال الهاتف الذكي. خدمات التجارة الذكية بدأت الآن في المجتمع العربي الكامل خدمات التجارة الذكية. الخدمة الثالثة خدمات الصحة الذكية والخدمات الطبية عن بعد والعلاج المنزلي، وبدأنا نرى استثمارات كثيرة في هذا الاتجاه. الخدمة الرابعة هي خدمات النقل والمواصلات الذكية. الخدمة الخامسة خدمات الطاقة الذكية. الخدمة السادسة خدمات التعليم الذكية، والتي بدأت مع فيروس كورونا تحويل التعليم عن بعد واستخدام الأدوات الذكية في التعليم، والمعلم يدرس عن بعد حتى في المراحل الأساسية. الخدمة السابعة خدمات البيئة الذكية والنظافة والتخلص من المخلفات بطريقة ذكية ووجود صندوق القمامة الذكية. الخدمة الثامنة خدمات السياحة الذكية. الخدمة التاسعة خدمات البيوت الذكية سمارت هوم. الخدمة العاشرة خدمات المواقف الذكية التي تتنوع الآن في العالم. الخدمة الحادية عشرة هي خدمات المقاعد الذكية العامة التي توضع في الأماكن العامة وتكون مزودة بطاقة شمسية ويو اس بي، يستطيع الشخص تزود بالطاقة منها للهاتف الذكي، وكذلك وجود واي فاي مجاني يستطيع من خلاله التواصل مع الآخرين. وهذه خدمة المقاعد الذكية نحتاجها في الدول العربية وفي أماكن المقدسة كمكة والمدينة المنورة العمرة والحج، لكي يستطيع الأفراد التواصل مع أهليهم حول العالم. وتستطيع شركات STC بالمملكة العربية السعودية وزين وموبايلي تنافس في تقديم الخدمات الحجاج. خدمات دورات المال العامة الذكية والتي تعمل بضمان التشفيف: هذه الخدمات نحتاجها في الأماكن العامة وأماكن العمل والمشروعات الجديدة كاليوم في المملكة السعودية وكعاصمة إدارية في مصر وبعض الدول العربية الأخرى، وهي عبارة عن دورة مياه جاهزة للتعامل مع الناس، وأيضا خدمات الإنارة الذكية للشوارع وخدمات المرور الذكي وخدمات الري الذكي حدائق ومنتزهات ري أشجار بالشوارع، خدمات المراقبة الذكية، خدمات الأمن الذكي، والخدمة 18 خدمات أصحاب الهمم الذكية يستطيع الاعتماد على نفسهم في أغلب الخدمات، والخدمة 19 خدمات الحدائق الذكية، توفير حدائق ذكية
للأسر تستطيع من خلالها التمتع بالحديقة، وبتكون الحدائق الذكية هي صديقة للأم بحيث يستطيع الأسرة الدخول للحدائق وتركيب أساور للأطفال لتحديد أماكنهم وعدم الارتباط بالخدمات الأخرى. لو تستطيع الأم في هذه الحالة التمتع بالحدائق في عندما تتمنى على أولادها وهم يلعبون أو يمرحون. الخدمة 20 خدمات السياحة الدينية للمقدسات والمزارات الزكية. طبعاً هذه الخدمات إذا حبينا نعرج فيها لا يكفي الوقت يعني. في الكتاب بتاعي ما يستطيع الجميع المتابعة. إيجابيات وسلبيات المدن الزكية في عالمنا العربي. أول حاجة نتكلم عن الإيجابيات طبعاً. أولاً النزاهة، محاربة الفساد. تحارب المدن الزكية الفساد والاستغلال للحصول على الخدمات، وتأتي أهمية المدن الزكية في كونها تحد من التعامل المباشر بين مقدم الخدمة وطالب الخدمة. ويمكن لسكان المدينة الزكية الحصول على خدماتهم مثل استخراج تقنيات البناء من خلال الانترنت، وتتمتع المدن الزكية بتقنيات مثل شبكة الفايبر أوبتيك أو التحكم الزكي في المرافق والأنفاق، وكل ذلك وهم في منازلهم عن طريق الدخول إلى موقع الخدمة من خلال الانترنت بهدف تقليل الاحتكاك المباشر بين طالب الخدمة والموظف. الموظف قد يعطل طالب الخدمة من أجل الحصول على بعض المال لكي يقضي له خدمته. فمن أول إيجابيات المدن الزكية هي محاربة الفساد والرشوة. مما يساعد على تقليل مباشر وتقليل احتمالات الفساد او يحصل عن طريق الاستغلال مقابل تقديم الخدمه. الثانيه الايجابيه الثانيه في الخدمات هنا الامن الذكي. توفر المدن الذكيه خدمات الامن اداره الامن المتطوره. سوف تختفي عمليه التحرش بالبنات في المنتزهات والاماكن المخصصه للمشي. طبعا الشباب اللي معنا طبعا اكيد اتضايقوا دلوقتي مش عايزين المدن الذكيه ما دام في مراقبه، وذلك معرفة الشباب بوجود كاميرات مراقبة تستطيع تسجيل أي فعل من الأفعال يقومون به مع أي بنت، سواء كان تحرش لفظي أو تحرش جسدي، لأنه للأسف من أمن العقوبة أساء الأدب. وكذلك بعض الظواهر السلبية داخل المدن التقليدية، نظرا لوجود كاميرات مراقبة في كافة الشوارع وارتباطها بغرف التحكم، أستطيع التعرف على الشخص مرتكب المخالفة وتحديد موقعه وبالتالي القبض عليه في أسرع وقت. الإيجابية الثالثة، تستطيع المدن الذكية مراقبة مستوى التلوث في كل شارع من شوارع المدينة الذكية. الإيجابية الرابعة، في المدن الذكية تلقى التنبيهات المهمة وطريقة مثل تنبيه بهبوب رياح أو عصير سحب الدخان وطول سلوك، تنبيه عند تجاوز مستوى الإشعاع حد معين. خامسا، من تستطيع بسرعة اكتشاف تصرف في شبكات المياه ومعالجتها. الخدمة السادسة، تستطيع معرفة أماكن الاختناقات المرورية وتجنبها والابتعاد عنها. وسابعا، وجود شاشات الإعلانات العامة اللي من خلال غرفة التحكم يستطيع تحليل المعلومات المتدفقة من خلال مراقبة الكاميرات بالميادين والشوارع والتي يتم التحكم فيها من خلال الشبكة العنكبوتية. تستطيع إدارة المدينة الذكية بس أي إعلانات. تستطيع تحذير السكان من التعامل مع أي شخص مثلا، ويتم نشر صورته من خلال شاشات الإعلانات العامة التي وتقديم نصائح يومية عن حالة الجو، كذلك شاشات الطرق المرورية التي تستطيع التحذير من وجود حادث على مسافة معينة وتحذيرك من سلك طريق معين. ثامنا، الطاقة الاستيعابية، يمكن للمسؤولين عن إدارة المدينة الذكية من خلال غرفة التحكم الرئيسية للخدمات التعرف على استهلاك كل واحدة من وحدات السكنية، مثلا استهلاكك من خدمات الانترنت أو استهلاكك من خدمات الكهرباء أو خدمات المياه، وبذلك يستطيع تحديد الطاقة الاستيعابية لكل من محطة الكهرباء الموجودة في المنطقة ومحطة المية ورفع الطاقة الانتاجية لأي منهما في حالة الاحتياج إلى ذلك. تسعى للوحدات السكنية، تكون الوحدات السكنية في المدن الذكية مجهزة بأرقى أنواع التكنولوجيا، على سبيل المثال شبكة التلفزيون، خطوط النت، خطوط الآلات البصرية، ربط أعداد الكهرباء، أعداد المياه، ومعرفة الاستهلاك وجميع خدمات المرتبطة بالشبكة. وذكر تقرير صدر مؤخرا عن معهد ماكنزي العالمي حول المدن الذكية، تطبيقات المدن الذكية قادرة على إنقاذ حياة من 30 إلى 60 شخص سنويا في مدينة يبلغ عدد سكانها 5 مليون نسمة، وأن الحلول الذكية تعزز نوعية حياة السكان. عاشرا، المدن الذكية هي الحل الأمثل لمواجهة التحديات ومخاطر الكوارث الطبيعية والطارئة الزلازل والأعصاب. المدن الذكية تعتمد بشكل كبير على ما يوفره لها إنترنت الأشياء IoT. بقدرته في الكشف عن الكوارث وتحسين وظيفة البنية التحتية والحفاظ عليها وحماية أرواح المواطنين داخل المدن وفي المناطق الجغرافية الواسعة. أصبح من الممكن استخدام أجهزة الاستشعار بشكل متزايد لمراقبة الظروف البيئية وتقديم منصة المراقبة البيئية المتصلة المدعومة بمسرع إنترنت الأشياء
بتسهيل استخدام أعداد هائلة من أجهزة المراقبة والإدارة الفاعلة للبيانات، كما أنه يتم العمل على تطوير أساليب يمكن من خلالها جمع البيانات البيئية واستخدامها للتخفيف من خطر النجيم على الأعاصير والزلازل والفيضانات والحرائق والعواصف الثلجية والعواصف الرملية والانهيارات الأرضية وتقلبات الطقس وأي عدد من الأخطار الطبيعية الأخرى أيا كانت. ويمكن أن تحدد بيانات جزر شعر المناطق الأكثر عرضة للخطر، وكذلك يمكن تركيز الموارد على تعزيز البنية التحتية المعرضة للخطر وبناء خطط طوارئ، كما استخدام أجهزة استشعار البعد الإنترنت الأشياء للكشف عن المخاطر. لا يكفي لإنقاذ الأرواح والحفاظ على الممتلكات، بل يجب أن تصل البيانات إلى الأشخاص المعنيين باتخاذ القرار في الوقت المناسب، وتكون منصة ريكسو المراقبة البيئية المتصلة بأجهزة بشكل فوري، حيث أن البيانات الفورية تعزز التعافي عن وقوع عند وقوع الكوارث، وجميع القدرات التنبؤية للإنترنت الأشياء تساهم في الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية. ويمكن للبيانات التي يتم جمعها أيضا قبل وقوع الكارثة وأثناء العمل على توفير معلومات لتحسين التوقعات وجهود البناء في المستقبل. إن التحولات الذكية والمستدامة في المدن تتطلب اتباع منهج شامل يشمل التخطيط على المدى الطويل والشراكة، ومن خلال وضع الأسس الصحيحة يمكن للمدن أن تضع نفسها على طريق الاستدامة وعائلات الاستثمار، ليس فقط من الناحية المالية والتقنية، ولكن أيضا فيما يسعى يسمى بالأبعاد السياسية المعايير الاستدامة والاقتصادية والاجتماعية والبيئية. إيجابيات وسلبيات المدن برضو، ومن أهم الفوائد التي ذكرها معهد ماكنزي العالمي ما يلي: انخفاض معدل الجريمة بنسبة تتراوح ما بين 30% و 40%، انخفاض في تكلفة مكافحة الأمراض بنسبة تتراوح ما بين 8% و 5%، اقتصار وقت التنقلات اليومية بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 30 دقيقة، توفير استهلاك المياه لكل شخص بنسبة تتراوح ما بين 25 لتر، زيادة في سرعة التجاوب مع حالة الطوارئ بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 30%، خفض الانبعاثات الضارة بالبيئة بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15%، 7 خفض إنتاج النفايات غير القابلة للتدوير للشخص الواحد سنويا بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 130 كيلوغرام، والحد من الآثار الصحية السلبية الناجمة عن تلوث هواء ما بين 8% و 5%، تسعى 6 تريليونات دولار حجم ما يمكن تطبيق يمكن لتطبيقات الذكاء الاصطناعي اضافته للاقتصاد العالمي كل عام، 10 تعزيز انتاجيه القطاعات التجزئه والصناعه. وهذه صوره من موقع ماكنزي بتحدد العشر فوائد اللي انا اتكلمنا عنها. سلبيات المدن الذكيه، طبعا نتكلم عن الايجابيات، طبعا لازم نتكلم عن السلبيات. اول حاجه الخصوصيه، لكي يكون اكثر كفاءه يجب ان نلاحظ عادات المستهلك ومن جميع الجوانب والمستويات، واختراق خصوصيه البيانات من السجلات الطبيه تعد من ابرز السلبيات التي تظهر عند التحول المدن. 2 عدم استيفاء الشروط الفعليه للمدن الذكيه، وفقا لدراسات صادره عن مؤسسه جاردن، فان 80% من المدن العالم لم تستوفي الشروط الفعليه للمدن الذكيه التي تتطلب تكامل الخدمات بين جميع القطاعات الفاعله، وخاصه في مجالات الطاقه والصحه والنقل والتعليم. السلبية الثالثة التهديدات الإلكترونية، حيث أن المدن الذكية تكون من أحد الأهداف القراصنة في العالم وتتعرض للهجمات الإلكترونية شبكات البنية التحتية للمدينة الذكية. السلبية الرابعة هو التمويل من قبل الدولة والقطاع الخاص ورجال الأعمال، لأن المدن الذكية تتطلب استثمارات كبيرة جدا. السلبية الخامسة تغيير نمط الحياة في المدن الذكية، إن العادات والتقاليد لمجتمعنا العربي تمثل تحدياً صارخاً في تقبل المدن الذكية، حيث أن السكان لن يتقبلوا التغيير نحو المدن الذكية بسهولة، لأن التغيير يشمل كافة القطاعات مما يؤدي لعدم تقبل السكان نمط الحياة الجديد، لأن المدن الذكية تتقدم بسرعة أسرع من قدرتنا على استيعابها والتكيف معها، وعندما يتعلق الأمر بالتكيف مع نمط حياة جديدة فإن عوائق جدية تقف في الطريق. على سبيل المثال، فإن مدينة سونغد الكورية الذكية كانت التي بنيت ذكية من الأساس، دشنة ذكية، وعلى الرغم من احتضانها من قبل أمكنة نابضة بالحياة وتتمتع بثقافة ابتكارية طويلة الأمد، واجهت صعوبة حقيقية. وكذلك مدينة مصدر في أبو ظبي، وعلى الرغم من دعمها من حكومة الإمارات العربية المتحدة، حكومة قوية وقادرة، واجهت أيضا صعوبات لأسباب. السلبية السادسة الفجوات التكنولوجية بين المدن الحالية والمدن التي يجب أن نكون عليها، وفي الحقيقة فإن جميع المدن ليست مستعدة لكي تتحمل مثل هذه الفترة. السلبية السابعة غياب التشريعات والمعايير في المدن الذكية، يجب عند بناء المدن الذكية أن يتم ذلك على عدة مراحل
وفي كل مرحلة نقيس أداء هذه المرحلة قبل أن ننتقل لمرحلة أخرى نخطط لها، ومحاولة تلافي الأخطاء السابقة التي وقع فيها غيرنا ممن سبقونا في بناء المدن الذكية. الانقسام الرقمي، بالرغم من هذا التقدم التقني الهائل لا يجب أن يغيب عن بالنا ما يعرف بالانقسام الرقمي. وتقول ميرنيفا تايكو اختصاصية التكنولوجيا في نيويورك إن هناك 22% من مواطني نيويورك يفتقرون لشبكة الإنترنت ذات النطاق العريض في بيتهم، فما بالنا إذا بكثير من مدننا في العالم العربي. التحديات التي تواجه تحول المدن التقليدية إلى مدن ذكية في العالم العربي واحتياجنا لوجود مدينة ذكية. أول تحدي بيقابلنا في الدول العربية هو البنية التحتية للمدن القديمة تحتاج إلى صيانة وتحسين وتطوير. التحدي الثاني هو الميزانيات المحدودة للمدن عندنا. أهمية وجود دعم حقيقي من القطاعين العام والخاص، ونقوم بتحسين كفاءة تشغيل الأنظمة القديمة من خلال استثمارات جديدة ومحدودة واستثمار القطاع الخاص ورجال الأعمال مع القطاع العام جنب إلى جنب. التحدي الثاني زيادة الطلب على الطاقة، نقوم بتوفير طاقة لتلبية مطالب المجتمع على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الأجهزة الذكية التي تدعم إنترنت الأشياء المرفقة بالشارع. التحدي الرابع أهمية وجود بيئة ذات بناء ذكي. التحدي الخامس أهمية وجود مباني مستدامة وفعالة وذكية باستخدام الأنظمة المتاحة التي يمكن الاندماج داخل أنظمة أخرى، حيث تستفيد المباني والمكاتب والمستشفيات والفنادق جميعا من حلول المباني المتطورة. التحدي السادس تطبيق التحول الرقمي في المعاملات الحكومية وغير الحكومية. التحدي السابع نشر التوعية والتثقيف للمجتمع العربي بأهمية المدن الذكية، وإقامة الندوات والمؤتمرات في مجالات المدن الذكية المتعددة. ونشر التوعية والتثقيف للمجتمع يعتبر من أهم مقومات نجاح برامج المدن الذكية. التحدي الثامن تحتاج وضع خطة تحديث المخططات القائمة واستعمال الأراضي بها وعمل مخطط هيكلي متكامل. التحدي التاسع عمل محاور حضرية على طول محاور الطرق الرئيسية للمدينة، وذلك للتخفيف من اختلاقات المرورية من جهة، وإنشاء مناطق حضرية جديدة تتمتع ببنية تحتية ذكية من جهة. التحدي العاشر استملاكات المواطنين طبعا والعواقب التي تمثلها والتي تحتاج إلى تعويضات كبيرة من الدولة. أهم المدن التي كان لها السبق في التحول إلى مدن ذكية، من أهم المدن طبعا مدينة دبي المملكة العربية المتحدة، وبرشلونة، أمستردام، هامبورغ. وهناك أكثر من تعريف لهذا المصطلح تحول، يعني نسميه مدن رقمية، مدن أيديولوجية التحول إليها يعني. وفي العموم تستشرف المدن الذكية المستقبل على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وتترخص الغاية منها في توفير بيئة رقمية صديقة للبيئة، تكون صديقة للبيئة ومحفزة للتعلم والإبداع، تسهم في توفير بيئة مستدامة وعزز الشعور بالسعادة والصحة. وكانت شركتي EMC وIDC أجرتا دراسة بحثية تهدف إلى دعم جهود الحكومات حول العالم وتشجيعها للتحول مناطق الحضرية إلى مدن ذكية. وجاءت الدراسة في وقت تشهد المناطق الحضرية نموا متسارعا بالتزامن مع التحول الرقمي والإقبال الواسع والمتنامي على تكنولوجيا المعلومات والاتصال في أوساط الأفراد والشركات والحكومات أيضا، الأمر الذي يشكل قوة دافعة للتحول الاجتماعي والاقتصادي في مختلف المدن حول العالم. وكشف تقرير للأمم المتحدة أن 70% من سكان العالم سيقطنون في المناطق الحضرية بحلول عام 2050، وهناك توقعات كبيرة بأن تستحوذ دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على أعلى معدلات التجمع السكاني في المناطق الحضرية على مستوى العالم بنسبة تتراوح ما بين 80% إلى 100%. وقدم البحث التوجيه اللازم لجميع الجهات المعنية في النظام الإلكتروني للمدن الذكية، وسلط الضوء على المنافع وأهم ركائز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المدن الذكية، وأبرز أهمية الابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وبدأت دول المجلس التعاون الخليجي تشهد بالفعل التحول المدعوم بالابتكار لمدنها في مختلف أنحاء المنطقة العربية، واتخذت دبي في المدار دولة المملكة العربية المتحدة مبادرة في نشر الخدمات الذكية التي يتم استخدام المئات منها الآن بشكل فعلي. وكان نائب الرئيس الإماراتي رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد المكتوم حفظه الله ورعاه قد أطلق استراتيجية تحويل دبي للمدينة الأذكى عالميا خلال 3 سنوات، وتضمنت الاستراتيجية 6 محاور و100 مبادرة رئيسية، وقد تم تشكيل لجنة
عليا الإشراف على تحويل دبي لمدينة ذكية، ولكن الوقت لا يسعنا أن يعني نذكر ست محاور المبادرة في هذه اللقاء السريع واحد ساعة. وتأتي المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول العربية التي تسعى وتنطلق نحو المستقبل لامتلاكها كافة المقومات التي تجعلها في مصاف الدول الكبرى في هذا المجال، بما تتمتع به من إمكانيات ضخمة وقدرات وسوق في المنطقة العربية والعالم أجمع. وتم وضع أكثر من مدينة في الخطة للتحول إلى مدينة ذكية. وفي إطار بلورة رؤية 2030 تسعى المملكة العربية السعودية للتحول إلى نموذج المدن الذكية، وتطبق حاليا هذا النموذج على مدينة نيوم العالمية التي من المقرر لها أن تكون مركزا عالميا للبنية التحتية المتكاملة والشبكات ووسائل النقل الذكية، وتربط ثلاث دول. مدينة نيوم أضخم مشروع سعودي يمتد بين ثلاث دول. كشف ولي العهد السعودي صاحب بن سمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله ورعاه عن مشروع مدينة المستقبل نيوم في إطار التطلعات الطموحة لرؤية 2030 للمملكة، وتبلغ التقديرات المبدئية لإنشاء المدينة ما قيمته 500 مليار دولار، والتي ستمتد حتى خارج حدود المملكة. بات مسار رؤية 2030 يتبرور يوما بعد يوم في السعودية، خصوصا وأنه يتمحور حول نقل المملكة من اقتصاد كان يعتمد بأغلبيته على عائدات النفط إلى تنوع الموارد وتقليص هذا الاعتماد، بالإضافة لتخفيف الأعباء عن الدولة نتيجة الاقتصاد الريعي والتركيز على توسيع ودعم القطاع الخاص لخلق فرص عمل للشباب السعودي. وفي هذا الإطار أعلن ولي العهد السعودي صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان حفظه الله ورعاه عن مشروع نيوم، وهي المدينة العملاقة البالغة والتي ستقام على مساحة 26500 كيلو متر مربع، وتمتد إلى أراضي داخل الأردن ومصر. وعلى صندوق الاستثمارات السعودي أن مدينة نيوم ستكون مملوكة للصندوق بالكامل، وستجذب استثمارات من شركات في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحيوية والصناعات المتقدمة والتقنية. يقع المشروع شمال غرب المملكة العربية السعودية، ويشتمل على أراضي داخل الحدود المصرية والأردنية، مما يعني أن المنطقة مجاورة البحر الأحمر وخليج عقبة وبالقرب من ممرات بحرية تجارية معتمدة، وستكون بوابة لجسر الملك سلمان المقترح الذي يربط بين مصر والمملكة العربية السعودية. ومن المزايا الفريدة التي تقدمها المدينة قربها من الأسواق ومسارات التجارة العالمية قناة السويس، كما يمكن 70% من سكان العالم الوصول للموقع خلال 8 ساعات حتى أقصى حسب ما أتى في حفل تقديم المشروع. كما وتختلف هذه المنطقة عن الطبيعة الصحراوية لأغلب أراضي المملكة العربية السعودية، فشواطئ المدينة تمتد على مساحة تتجاوز 460 كيلومتر من ساحل البحر الأحمر، وتقابلها العديد من الجزر، وتحتوي أيضا على جبال تطل على خليج العقبة والبحر الأحمر، وتغطي كمية من السيول خلال فصل الشتاء. وستركز منطقة نيوم على 9 قطاعات استثمارية متخصصة، وهي مستقبل الطاقة والمياه، مستقبل التنقل، مستقبل التقنيات الحيوية، مستقبل الغذاء، مستقبل العلوم التكنولوجية والرقمية، مستقبل التصنيع المتطور، ومستقبل الإعلام والإنتاج الإعلامي، ومستقبل الترفيه، ومستقبل المعيشة، الذي يمثل الركيزة الأساسية لباقي القطاعات حسب وكالة الأنباء السعودية واس. وسيعمل مشروع نيوم على جذب الاستثمارات الخاصة والاستثمارات والشراكات. تحول جذري، وتشمل التقنيات المستقبلية تطوير منطقة نيوم مزايا فريدة يتمثل بعضها في حلول التنقل الذكية، بدءا من القيادة الذكية وحتى الطائرات ذات القيادة، الأساليب الحديثة للزراعة وإنتاج الغذاء، الرعاية الصحية التي تركز على الإنسان وتحيط به من أجل رفاهيته، الشبكات المجانية للإنترنت فائق السرعة أو ما يسمى بالهواء الرقمي، التعليم المجاني المستمر على الإنترنت بأعلى المعايير العالمية، الخدمات الحكومية الرقمية المتكاملة. وفي إيضاح من ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظ الله ورعاه حول الاسم الذي اعتمد المدينة، قال بن سلمان أن نيوم مشتقة من نيو يعني جديد، وميم أول حرف من كلمة مستقبل باللغة العربية، وده المصدر بتاع المعلومات اللي كنا بنتكلم ده عايز يصور مقومات المدن الذكية وملامحها الرئيسية. تعتمد المدن الذكية بشكل رئيسي على البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصال. البنية التحتية للمدن الذكية هي العمود الفقري للمدن الذكية، ولعل أكثر ما يميزها تركيزها على الإنسان في المقام الأول، ذلك أنها تستطيع الاستجابة للظروف الاقتصادية والثقافية والاجتماعية المتغيرة بخلاف المدن التقليدية العادية. يمكن أن تكون المدن الذكية مدن جديدة صممت وانشأت بطريقة ذكية منذ البداية، أو مدينة تقليدية تم تحويلها تدريجيا إلى مدينة ذكية متكاملة. وأطلقت مدن كثيرة حول العالم مشاريع لمدن ذكية، من بينها دبي ونيوم ونيويورك وطوكيو وشنغهاي وأمستردام. ومن المتوقع خلال العقد المقبل أن تنتشر نماذج المدن الذكية عن طريق واسع، وأن تشكل هذه النماذج قواعد أساسية
تستند إليها مخططات تطوير المدن. وقد قامت IMD آسف وبالتعاون مع جامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم في عمل قائمة المدن الذكية المدينة الذكية Smart City Index. ولو وكانت قد شملت هذه القائمة ما بين الأعوام 2015 و2016 و2017 تقييم عدد 102 مدينة حول العالم، ولكن ما بين 2019 و2020 ميلادية شملت هذه القائمة أيضا تقييم عدد 109 مدينة، يعني ازدادت من 102 إلى 100. وكانت المعايير تقييم للمدن 109 ترتكز على 15 معيارا والتي تعتمد أساس التقييم. التي يعتمد على أساس التقييم، تعالوا نشوف إيه هم ال 15 معيار اللي يعتمد عليهم تقييم سمارت سيتي. المعايير اللي تعتمد على أساس التقييم، أو واحد الفساد، واحد اثنين تلوث الهواء، ثلاثة ازدحام الطرق، أربعة البطالة، خمسة التعليم المدرسي، ستة المرافق الأساسية، سبعة السكن بأسعار معقولة، ثمانية الأمان، تسعة الوفاء بالعمل، عشرة المساحات الخضراء، 11 إعادة التدوير، 12 النقل العام، 13 مشاركة المواطن في القرارات وصنع القرار، 14 كفاءة الطاقة، 15 الحراك الاجتماعي. ودي صورة من الموقع طبعا، رابط التصنيف اللي محتاج يستزيد موجود هنا معنا، وسمارت سيتي اندكس 2019. المدن العربية دخلت في التصنيف هي خمس مدن عربية فقط. طبعا مدينة دبي كانت في 2019 45، صعد تصنيفها إلى 43. أبو ظبي كانت في 2056 صعد تصنيفها لتنافس دبي وتصل إلى المرتبة 42 على العالم. الرياض كان تصنيفها من 71 في 2019 صعدت تصنيفها إلى 53 هذا العالم. القاهرة كان تصنيفها في 2019 99 انخفض إلى 111 في 2020. الرباط كان تصنيفها 109 101 انخفض إلى 105. من الواضح أن مدينة أبو ظبي تنافس بشدة، حيث ارتفع تصنيفها لأول مرة في التاريخ عن دبي، حيث صعدت من 56 إلى 42 على العالم، وتكون هي المدينة الأولى عربيا وتسبق دبي. وصعدت أيضا مدينة الرياض من 71 إلى 93. ورغم اختلاف أولويات المدن الذكية فإنها جميعا تشترك في ثلاث ملامح رئيسية: البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات، والذي اعتبرها شخصيا انها العمود الفقري للمدن الذكية. الملامح الرئيسية الثانية الإطار الإداري المتكامل للإدارة الذكية. المحور الثالث هو المستخدمين الأذكياء لهذه المدينة. فالبنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات شرط أساسي لنجاح المدن الذكية وفعالية خدماتها، ولكي تعمل أنظمة كثيرة في المدن الذكية وتتكامل فيما بينها وتتناغم، لابد من التقيد الدقيق بجملة محددة من المعنى. والأهم من ذلك كله أن يتمتع المستخدمين بالمهارات التقنية المطلوبة التي تتيح لهم التفاعل مع الخدمات الذكية وتحقيق الاستفادة القصوى منها. أن دور المدن الذكية لا يقتصر فقط على إتاحة استخدام الأجهزة الذكية، بل يمتد ليشتمل تدريب سكانها على استخدام هذه الأجهزة كما ينبغي. أفضل 10 مدن في العالم طبقا لمؤشر سبيكتر إندكس وورلدز بيست ستيتس 2019، قائمة أفضل مدن في العالم، جاءت مدينة دبي ضمن قائمة أفضل 10 مدن في العالم. وكان ترتيبها العالمي دبي في 2019 إلى 11، وصعدت إلى في 2019 إلى الترتيب التاسع عالميا، وبذلك تكون مدينة دبي فخر لكل المدن العربية. واعتمد المؤشر في تصنيفه لأفضل مدن العالم على مؤشرات التنمية في مجالات الاقتصاد والسياسة والتاريخ والشؤون العسكرية والعلوم والتكنولوجيا. وطبعا دي صورة من The Spectators Index 2000. هنا هنشوف أن الترتيب العالمي لندن 1 to باريس 2 نيويورك 3 طوكيو 4 برشلونة 5 مسكو 6 شيكاغو 7 سنغافورة 8 ودبي التصنيف التاسع على العالم، ويأتي في المرتبة العاشرة وكانت أيضا مدينة دبي في الترتيب 11 من أفضل 20 مدينة في العالم. وهذه الصورة طبعا في 2017، هنلاقي هنا دبي هتظهر لنا هنا في الترتيب ال 11.
تمام، فهي ارتفعت في 2019 لكي تكون في الترتيب التاسع. مؤشر انفكشن سيتيز اندكس، والذي بدأ منذ عام 2007 بنشر تقارير تتعلق بترتيب المدن، اعتمد على تصنيف تطور المدن من حيث عدة نواحي، وقد تطور عبر تضمن دراسة 500 مدينة في العالم. ده يعتبر أكبر مؤشر للمدن، بيضم في دراساته 500 مدينة في العالم، وبيعتمد على 166 مؤشر. طبعا مش هنقدر نذكرهم في اللقاء، ولكن اللي حابب يستفيد فيه كتابي عن المدن الذكية يقدر يطلبه من المهندس رامي ونوصله له الفيلم. وقد تم الاعتماد على نتائجه في هذا التقرير استناد الى اعتماديته من قبل العديد من مراكز الابحاث والصحف المجلات العلميه العالميه بما يترتب مجال ترتيب المدن. وحسب التقرير الرسمي الخاص بالمؤشرات التي صدر لعام 2019، فان المدن العربيه التي دخلت في التصنيف هي 18 مدينه عربيه فقط. لابد من الاشاره ان هنالك عدد من المدن العربيه التي تم تصنيفها ضمن التقرير، وفي طبعا في مقدمتها مدينه دبي في الامارات العربيه المتحده المركز 31 عالميا في 2019، والتي كانت تحتل المركز 28 في 2017. ما نعرفش طبعا ايه السبب. واحتلت مدينه ابو ظبي في الامارات المركز 75 عالميا في 2019، والتي كانت تحتل المركز 68 عالميا في 2019. وطبعا ده المصدر بتاع المعلومه. مؤشر الفيكسز اندكس صنف دبي زي ما قلنا 31، كان ترتيبها في 28 في 2017، وصنف ابو ظبي 75 الذي كان ترتيبها العالمي 68 في 2017، الرياض 281، القاهرة 304، الكويت 315، الشارقة 323، جدة 354، اسكندرية 390، مسقط 413، المنامة 415، بيروت 422، كازابلانكا 427، عجمان 442، العين 452، الرباط 469، تونس 479، الجزائر 483، والخرطوم في نهاية القائمة تصنيف العالمي. نأتي إلى استنساخ المدن الذكية. طبعا عملية الاستنساخ وصلت بالبشرية إلى استنساخ البشر. طبعا سمعنا جميعا أنه حب يستنسخ البشر، محمد العلماء الاحتفاظ بالعلماء العباقرة والذين قدموا البشرية العلوم التي طورت حياتهم، ولكن بفضل من الله أغلق هذا الملف الغير أخلاقي في المرة. ولذلك لا نستغرب عندما يقوم أحد المسؤولين العرب بزيارة لأحد المدن الذكية حول العالم ويطلب أن يستنسخها في بلده، ولكن للأسف الشديد إن هذا النوع من الاستنساخ يفشل فشلاً ذريعاً، لأنه ببساطة المدن الذكية غير قابلة للاستنساخ، لأنه من الطبيعي أن كل مدينة في العالم لها شعبها وطقوسهم وحياتهم ودينهم أيضاً، ولأن المدن أسلوب حياة، ولكل مدينة في العالم لها أسلوب حياتها مشاكلها ومعوقاتها وتحدياتها التي تقابلها كل يوم وكل ساعة، فيجب التفكير في حل ذكي يعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي هي العمود الفقري للمدن الذكية. وكلما حددنا العوائق والتحديات في مدننا العربية استطعنا تقديم حلول تقنية. التقنيات التي تعتمد عليها المدن الذكية، المدن الذكية تعتمد على ثلاث تقنيات رئيسية. اول حاجه البيج داتا، البيانات الضخمه، الذكاء الاصطناعي AI، انترنت الاشياء IO. تعالوا معنا نتعرف على كيفيه الاستفاده من هذه التقنيات الذكيه. اولا البيانات الضخمه البيج داتا، تتميز البيانات الضخمه بتوفر بيانات كبيره ومتعدده في المجالات والتي يتم الحصول عليها من مصادر كثيره، ومن ثم نستطيع ان نقوم بتحليل هذه البيانات ونستخلص منها المعلومات اللي نحتاجها لمساعدتنا في تحديد اولوياتنا واستغلالها في تحديد اماكن الخدمات، سواء كانت الخدمات الصناعية والتعليمية والصحية في المدن الذكية، مثل تحديد موقع مستشفى من حيث التيارات الهوائية المحيطة بالمستشفى وارتفاع وانخفاض المنطقة وبعدها وقربها من مراجعينها، وكذلك الخدمات التعليمية، الفئة المستهدفة من إنشاء المدرسة، الطلاب الذين سوف تخدمهم هذه المدرسة، الفئات العمرية، وكذلك الخدمات الصناعية التي يجب أن تكون بعيدة كل البعد عن التجمعات السكنية، ونوع الملوثات التي يمكن أن تصدر منها، هل هي مؤثرات سمعية كالأصوات المرتفعة أو ملوثات بيئية كانبعاثات الأدخنة الضارة بالسكان المدينة الذكية. ثانيا الذكاء الاصطناعي، تميز الذكاء الاصطناعي بأنه قادر على تحليل كل البيانات المجمعة والمتشعبة وفلترتها واستخلاص أفضل النتائج. مثال على استخدام الذكاء الاصطناعي هو تطبيق الطب المنزلي، الذي من خلاله تستطيع أن تفتح تطبيق وأنت في بيتك
وتسجل بياناتك وتاريخك المرضي وما تعاني منه وموقع سكنك، وتستطيع القائمون على التطبيق الوصول إليك بسهولة وتقديم الخدمات الطبية وأنت في بيتك، واستخدام سيارة مجهزة بقادرة على تحديد كافة القياسات وأخذ الأشعة وتحديد الوقت اللازم لتقديم الخدمة، وأيضا تحديد ثمن الخدمة مقدمة ويسمح الذكاء الاصطناعي أيضا بتحليل مجموعات ضخمة من البيانات بشكل رياضي للكشف عن الأنماط التي تستخدمها لمساعدة صانع القرار في الإدارات المختلفة. وجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تشهد تطورا غير مسبوق في التقنية والتكنولوجيا الحديثة وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والمدن الذكية تحت رعاية صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع سعد النقطة، حيث استضافت السعودية القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بالمملكة العربية السعودية في أكتوبر 2020، وبذلك تتقدم المملكة بخطى ثابتة نحو العالمية وتجسد مبادرة همة حتى القمة. وأوضح رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا رئيس اللجنة المنظمة الدكتور عبد الله بن شرف الغامدي خلال مشاركته في منتدى مستقبل الاستثمار في نسخته الثالثة العام 2019 أن الذكاء الاصطناعي يقوم اليوم بدور محوري في التحول الرقمي في شتى المجالات الحكومية منها والتجارية والصناعية والصحية وغيرهما، ومبينا أن ما يحققه الذكاء الاصطناعي جدير بتغيير العالم من حولنا، وتعزز القمة دور المملكة العربية السعودية الريادي في مسيرة الذكاء الاصطناعي وقيادة الجهود العالمية في هذا المجال المتقدم. ثالثا الانترنت الاشياء IoT ان احد الاسباب الهامه وراء نجاح المدن الذكيه هو تقنيه انترنت الاشياء والتي تهدف في اساسها الى تبادل البيانات بين مجموعه من الاجهزه، وان هذا بدوره قد يخلق فرص لتحسين الكفاءه وزياده الفوائد الاقتصاديه في القطاعين العام والخاص على حد سواء. ان التطورات الاخيره في انترنت الاشياء والذكاء الاصطناعي والشبكات الذكيه والعدادات الذكيه كلها تصب في مصلحه المدن الذكيه. سمارت وضع المعايير يعكف الاتحاد الدولي للاتصالات والاعضاء في لجنه الدراسات العشرين قطاع تقييس الاتصالات، وهي اللجنه المعنيه بانترنت الاشياء والمدن المجتمعات الذكيه، على وضع معايير دوليه لتحديد المعايير والعمليات والممارسات التقنيه للتمكين من التطوير المنسق لتكنولوجيا انترنت الاشياء من اجل المدن الذكيه المستدامه. وفي الاونه الاخيره كانت لجنه الدراسات تعمل على مواضيع تشمل الذكاء الاصطناعي وسلاسل الكتل والاتصالات من اله لاله وجوانب البيانات الضخمه في هذا المجال. ضمن نشاطات المنتدى العربي للمدن الذكيه في عام 2017 والهدف الى نقل وتبادل الخبرات وقصص النجاح ما بين المدن والبلدات العربيه، عقد المنتدى العربي ورشتي في كل من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية بعنوان التحول الإلكتروني والذكي في المدن العربية الواقع واستشراف المستقبل، حيث قدمت كل من المدن العربية دبي الرباط المنامة الرياض الأقصر عمان الكويت مكة المكرمة ممثلين عن القطاع العام والخاص أوراق عمل تعرض فيها تجربتها ومسيرتها في التحول الإلكتروني والذكي وفق محاور تم تحديدها مسبقا من قبل المنتدى العربي لتحقيق الأهداف التالية: نقل وتبادل المعارف والخبرات وقصة النجاح ما بين المدن والبلدات العربية، تمكين المدن والبلدات العربية من التعرف على الفجوات في أدائها مقارنة مع المدن العربية الأخرى، ثلاثة تمكين المدن والبلديات من التحديث والتطوير على خططها وبرامجها، أربعة تمكين المنتدى العربي من إعداد دراسة عملية لواقع تطبيقات المدن العربية في مجال التحول الإلكتروني، المحاور المشتركة للعروض التقديمية لممثلي المدن العربية لورشة العمل، تم تحديد مجموعة من المحاور المشتركة. أول محور واقع الحال قبل عملية التحول وتحديد الاتجاه المستقبلي لخدمات البلدية، استشراف المستقبل لوضع استراتيجيات التحول الذكي وسبل الاستفادة من البيانات الكبيرة. الحاجة الثالثة العقبات ومحددات الحراك نحو التحول وخطط التغلب عليها. أربعة الرؤى والاستراتيجيات والسياسات المتبعة في عملية التحول. خمسة المقارنات المرجعية والمحلية والإقليمية والعالمية والدروس المستفادة في عملية التحول. ستة التشاركية وحجم مساهمة القطاع العام والخاص في التحول الإلكتروني والذكي. سبعة الأنظمة والتقنيات والبرامج المستخدمة في التحول. ثمانية بناء أنظمة ذكاء الأعمال. خمسة مساهمة نظم المعلومات الجغرافية GIS في التحول. عشرة تطبيقات المدن الذكية المطبقة ومعايير تقييم أدائها. 11 أمن وسرية المعلومات والاستدامة. 12 أهم عوامل النجاح لمشروع التحول الإلكتروني الذكي.
13 على ضوء تحقيق قصص النجاح في عمل التحول، اهم النصائح والارشادات التي يمكن تقديمها. 14 اي محاوله اضافيه تراها المدينه ذات اهميه وقيمه مضافه. اولا نتائج ومخرجات ورشه مدينه الاقصر جمهوريه مصر العربيه. معلومات عامه، عقدت الورشه في مدينه الاقصر باستضافه من قبل محافظ الاقصر في فتره ما بين 9 من اكتوبر 2017. حضرت الورشه برعايه وحضور معالي الوزير محافظ الاقصر السيد محمد بدر. شارك في ورشه كل مدينه عربيه، مدينه دبي، مدينه عمان، مدينه الكويت، مدينه مكه المكرمه، مدينه الاقصر، الاتحاد الدولي للاتصالات، مسيره الدكتوره ورده الامير علي مديره برامج المكتب الاقليمي العربي للاتحاد الدولي. وقد تم عرض قصص نجاح جامعه جنوب الوادي في مجال مؤسسات التعليم العالي وشركه الخوارزمي من القطاع الخاص وجمعيه داتا نجع خميس بالاقصر في مجال التحول. المشاركون والحضور 5 مدن عربيه وتمثل عدد جهات القطاع العام والبلديات المصريه وحضور كبرى شركات القطاع الخاص المختصه. مخرجات ورشه العمل التحول الالكتروني واستشراف المسابقه في الاقصر، خلصت نتائج عرض ومناقشه الاوراق المقدمه من المدن والمشاركين. ورشه العمل في مجموعه على مجموعه من النقاط نعرض اهمها. اولا دبي. مدينه دبي اهميه وجود خارطه وبرنامج طريقه التحول الالكتروني، اهميه وجود وتطبيق منهجيه التحول، أهمية وجود مؤشرات أداء عملية التحول الإلكتروني. يجب تحديد أولويات الخدمات الذكية، ملتقى الخدمات مشارك رئيسي في عملية التصميم وتقديم الخدمات، أهمية الربط والتكامل ما بين الأنظمة داخل المؤسسة، اعتماد الابتكار والإبداع كمنهج، خلق مبادرات إبداعية، دراسة آثار الخدمات الإلكترونية. عملية التحول الإلكتروني تستغرق وقت وجهد وتتطلب متابعة من القيادة. عملية التحول الإلكتروني مسؤولية مشتركة ما بين المواطن والموظف والقادة والمجتمع والقطاع الخاص والدولة. أهمية اختيار التقنيات، تنفيذ منهجية مقاومة التغيير، وضع خطة للموارد البشرية. من أهم عوامل النجاح في دبي الدعم المستمر من القيادة الإماراتية